السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. دائما مع التحضيرات للدخول المدرسي أحضرت لكم اليوم فكرة، وهي تزيين دفاتر أطفالنا الصغار، خاصة أطفال السنة الأولى، ليفرحوا بها إن شاء الله. ها هو الكراس، هذا عمل الأمهات. هيا يا أمهات يا شطورات، لنزين دفاتر أبنائنا لتأخذوا فكرة. هنا نكتب الاسم، اللقب، كراس مثلا الاختبار، والقسم، ما هو القسم، السنة الأولى أو الثانية. هنا نكتب المدرسة، نكتب السنة الدراسية، وهنا الرسم. سيكون الكراس جميلا ويفرح به ابني أو ابنتي. هذا خاص للتربية العلمية، الجراثيم والميكروبات. هيا يا أمهات يا شطورات، رسومات سهلة جميلة، نزين بها دفاتر أطفالنا الصغار، متأكدة أنهم سيفرحون بها. نعود أطفالنا قلم بسيط ونملأ الصفحة الأولى بالمعلومات التلميذ. الدخول المدرسي مثل فرحة العيد، نجعل أطفالنا يفرحون بالعلم والدخول للتعلم. هذا خاص باللغة الفرنسية، إذا كان ابني أو ابنتي تدرس فيه باللغة الفرنسية. هذه بعض الأفكار لنزين بها دفاتر أطفالنا وصغارنا. أتمنى لكم الدقة، وربي قدرنا، يقدر المعلمين والأمهات والجميع إن شاء الله. بالتوفيق، في أمان الله.